مرحبا بكم. بقيمة سوقية تقدر بمليار ريال وموجودات تقترب من 500 مليون ريال، تأخذ شركة ودام الغذائية بتوسيع نشاطاتها داخل قطر وكذلك العمل على تعزيز حضورها الخارجي، لما لا؟ وهي المزود الأساسي للحوم الحمراء في قطر منذ سبعينات القرن الماضي، وتعتبر نفسها جزءا من الأمن الغذائي لدولة قطر. في حلقة هذا الأسبوع من كلام مسؤول سوف نتناول استراتيجية هذه الشركة التي تمكنت في الأشهر التسعة الماضية من تحقيق ارتفاع في أرباحها بنسبة 12% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسنطلع على التحديات التي تواجهها مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الخيرين الرئيس التنفيذي لودام الغذائية. سيد عبد الرحمن الخيرين، أهلا ومرحبا بك. سوف نتحاور أنا هاني نصر وزميلتي لبنى البوضة ونهى علي في كلام مسؤول. يا مرحبا ومسهلا فيكم. أهلا. دعونا في البداية نتعرف على الشركة ورئيسها التنفيذي في هذا التقرير. شركة ودام الغذائية أو مواشي سابقا، المستورد والمزود الرئيسي للحوم الحمراء في قطر منذ عام 1974 من القرن الماضي، تنشط في مجال تجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم ومعالجة المخلفات والجلود وإدارة المسالخ الآلية والمسالخ الأهلية في الدولة الخليجية. تمتلك حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لصندوق الثروة القطري بنسبة 6% من رأس مال الشركة البالغ 180 مليون ريال قطري، وذلك قبل تخفيضه من 300 مليون ريال في العام 2009، بينما تستحوذ مجموعة إزدان القابضة على نحو 20% من رأس المال عبر شركات تابعة وزميلة. أدرجت أسهم الشركة في بورصة قطر عام 2004 وتبلغ قيمتها السوقية في ثاني أكبر أسواق رأس المال في المنطقة نحو مليار ريال قطري، وتقترب موجوداتها من 500 مليون ريال ومطلوباتها من 290 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الذي ارتفعت خلالها الأرباح بنسبة 12% إلى نحو 53 مليون ريال قطري، مدعومة بارتفاع قيمة التعويض المقدمة من الحكومة القطرية. تعمل ودام على توسيع نشاطها داخل قطر من خلال بناء مقاصب حديثة وتوسيع دائرة منافذ البيع للجمهور وزيادة حضورها الخارجي في كل من السودان وأستراليا، والذي شمل استيراد الأبقار والأغنام لتوفير الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء بنسبة 8% سنويا. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية. إذن حول ودام الغذائية ومعنا الرئيس التنفيذي السيد عبد الرحمن الخيرين، مرحبا بك سيد عبد الرحمن. يعني يبدو أن كلمة الأمن الغذائي أو هذا المصطلح قد التصق بشركة ودام التي كانت معروفة سابقا بالمواشي. بأي حدود يعني فعلا ودام هي مسؤولة عن توفير الأمن الغذائي في دولة قطر، خصوصا أن لديهم يعني هناك استحواذات من مؤسسات مالية كبرى، وخصوصا بالنسبة لحصاد أيضا إزدان تستحوذ على حصة كبيرة في هذه الشركة. الله يعطيكم العافية، نشكركم على الاستضافة هذه الجميلة. احنا كشركة ودام الغذائية اللي معترف بها سابقا مواشي، نعتبر من يعني توب الشركات التوب الموجودة في قطر حاليا في مجال اللحوم ودعم الأمن الغذائي وعمل على محاولة تعبئة فراغ الأمن الغذائي اللي موجود في أي بلد مثل أي شركة ثانية في مجال اللحوم. شركة عندنا تعتبر مؤسسة تقريبا من بداية 2001 و2004 تم استحواذ على نشاطها في سوق الدوحة في مجال اللحوم والأعلاف اللي نستوردها دائما من دول كثيرة حول العالم.
والحمد لله قدرنا نغطي جزء كلها مستوردات كبير. يعني منتجات التي تتعامل بها ودام هي مستوردة، هي مستوردة من أغلب الدول، نسبة كبيرة منها مستوردة، ونسبة طبعا لا بأس بها من داخل الدولة، تشتري من تأخذ من السوق المحلي وتوفر السوق المحلي أنواع اللحوم. فضل الله سبحانه وتعالى، الله وفقنا في السنين اللي طافت أنه فتحنا خطوط جديدة مع دول كثيرة لتمكن من حصول أمن غذائي للبلد. وطبعا الكفاية، هناك مشروع جديد لديكم عم نتحدث عن إنشاء، طبعا بالبداية نحن هي مناقصة لإنشاء وتجهيز مقصب الوكرة، حدثنا أكثر عن المساحة، التكلفة، وأيضا الأهداف من وراء هذا المشروع. المشاريع اللي انطرحت فترة الأخيرة كانت مشروعين، المشروع الأول هو مقصب الوكرة، إنشاء مقصب متكامل تقريبا إنتاجه اليومي يوصل إلى 500 إلى 700 رأس في اليوم. المشروع هذا على مساحة 10,000 متر مربع منحت لنا الدولة في الأشهر الماضية، وبلشنا في إجراءات الحصول على خرائط معينة والدراسة الفنية والهندسية، ونزلناها مناقصة في الجرائد الرسمية في دولة قطر للحصول على أسعار لهذه المناقصة. المشروع هذا مجدي ويخدم منطقة الوكرة والمناطق اللي حولها بشكل كبير جدا، ويفيد الشركة ويدعمها كمكان لوجستي لودام. يعني الوكرة هي المكان الاستراتيجي الأهم؟ الوكرة حاليا عندنا احنا محلات بسيطة لبيع اللحوم، فاحنا نحتاج، احنا خطتنا التوسعية للفترة الجاية اللي كنا بنتكلم عنها أن تكون موجودة في مناطق الدوحة جميعا، لأن شركة ودام تعتبر شركة خدمية. نعم. فالشركات الخدمية تحتاج أنها services companies، فلازم هالشركات هذه تتواجد لخدمة المواطن والمستهلك الاند يوزر. فهذا بخصوص مقصب الوكرة. عند كذلك طرحنا في نفس الوقت مشروع مصنع اللحوم. مصنع اللحوم هو عبارة عن مصنع متكامل لإنتاج اللحوم من ما تاخذ الخروف الى اصغر حاجه اللي هو يجيك الهامبرجرز والهوت دوغز والمشتقات. فهذا المصنع يعتبر على مساحه 10,000 متر مربع في المنطقه الصناعيه اللي في قطر، وحصلنا على الارض هذه من عده اشهر، والحمد لله نزلناها كمناقصه وشغالين فيها، وان شاء الله نتائجها تكون طيبه. مساحة المشروع مثل ما ذكرنا 10,000 متر مربع، إنتاجه بيكون إنتاج جيد ويغطي السوق. التكلفة تحت الدراسة حاليا، ننتظر المقاولين يخلصون على المناقصة. تغلق المناقصة بداية شهر 11، بعد الإغلاق إن شاء الله تتضح الأمور أكثر لمشروع الوكرة ومصنع اللحوم. ولكن هذا المشروع المصنع اللحوم ومقصب الوكرة يعتبر مشروعين أساسيين لشركة ودام، يطلع على السوق، يخلي الشركة تمسك في السوق المحلي أقوى وأقوى. فالحمد لله الخطة الاستراتيجية الموجودة الخمس سنوات اللي عندنا خطة قوية ومحكمة تخلي الواحد يقدر يشتغل على راحته ويقدر يوصل الخدمة للأند يوزر اللي هو المستهلك الأخير. هذا اللي احنا نطمح فيه دائما، أنه ودام توصل إلى أعلى الأعلى المراتب في البلد وتخدم الأمن الغذائي وتفتح خطوط كثيرة مع دول حول العالم. أخذون بالتوسع، هذا التوسع يحتاج إلى تمويل، كيف ستكون طرق التمويل؟ هل سوف نرى القروض تأخذونها من بنوك محلية أو خارجية أم ماذا؟ بخصوص المشاريع الاستراتيجية، احنا الحمد لله عندنا استراتيجية طويلة الأمد لشركة ودام للتوسع في قطر وخارج قطر، سوف نكشف عنها قريبا إن شاء الله. وهذه التوسعات تعتبر دائما أنها تخدم البلد والأمن الغذائي رقم واحد، بعدها تخدم المواطنين والمستهلك، ونحاول أن الشركة تكون شركة خدمية، هي الشركة خدمية service company، فلازم أنت توفر منتجاتك لجميع العوائل والمناطق لتسهل عليهم عملية الشراء. احنا اهتمامنا الأول والأخير توفير أفضل وأجود نوعية اللحوم للمستهلك الأخير الأند يوزر. وصار الحمد لله فتحنا، يعني الحين عندنا احنا بروسس جديد، احنا انا ما كنت بتطرق له بس افضل اني اوضح الموضوع. بالتاكيد ان البروسس هذا ان قمنا نرسل دكاتره واطباء يعني بيطريين واخصائيين فيري فيري هاي كواليتي كونسلتنتس الى الدول اللي نستورد فيها اللحوم لمراقبه الوضع من بدايه استلام اللحوم الى وصولها الى الدوحه.
عشان تكون في observer يعني تقدر تشوف you can observe the whole process من بداية خروج الحلال من مثلا أستراليا لين وصلها للدوحة. أي حاجة طلعت غلط، أي حاجة لحوم مش كويس نرجعها على طول. تراقبون هذه العملية كلها من بدايتها حتى أي نعم. 24/7 تقريبا. طيب نرجع للتمويلات، هل سوف تحصلون على التمويلات بطرق معينة؟ هذه إن شاء الله في مرحلة متقدمة بنتكلم فيها أول ما يوصل إن شاء الله وقتها. ولكن احنا خطتنا حاليا التوسع، لازم ان بنتوسع، وتوسعنا ان شاء الله حيكون جيد جدا من هنا لين شهر 6 الجاي. ليس من الموارد الذاتيه للشركه، بل سوف تلجؤون الى الاقتراض لاحقا. والله هذا الشيء ما يتضح امامي الحين الا ما تطلع الارقام التقييم لكلفة المشروع. كلفة المشروع صح. خلينا ناخذ المشاريع الخارجية وخاصة في السودان، لديكم أيضا مشاريع هناك، حطنا أكثر في صورة هذه المشاريع والتوسع هناك وكيف سيكون مشروع السودان. يعني ما شاء الله مشروع جيد، وإحنا دائما نفضل أن نفتح أفرع في الدول العربية المجاورة للتعاون، لأن هدفنا جميعا واحد، وهدفنا دائما ان نامن الامن الغذائي لجميع الدول المجاوره ولنا كقطر وكويدان. وفضل الله سبحانه وتعالى 2007 ابتدينا في مشروع السودان، والحمد لله يوفر لنا عدد كبير من اللحوم السودانيه والاعلاف ومشتقاتها لدوله قطر، وكذلك الحمد لله تم بيع من فرع ودام اللي في السودان الى دول مجاوره كثيره. فاستفدنا من هذه المساله بشكل كم النسبة ما كان موجود. والله كانت تقريبا يعني فيري فيري جود ريت، يعني كان نسبه جيده، يعني يمكن ربع المبيعات اللي كانت فرع السودان يجي لقطر كان يرسلها على دول مجاوره، والحمد لله استفدنا منها لحوم. نعم. اغلبها لحوم مبرده تأتي من فرع السودان وتذهب، وعندنا بعد خطة إن شاء الله توسعية قريبة في فرع السودان. يعني واضح إنه لديكم يعني خطة الاستيراد تشمل الكثير من الدول، يعني حتى عالميا، يعني حتى تذهبون إلى أستراليا. هذا الأمر بطبيعة الحال، يعني هل هناك من تفضيلات بالنسبة لأسواق دون أخرى، خصوصا بالنسبة لتكاليف الشحن والنقل؟ يعني بطبيعة الحال هذه التكاليف هل هي تزداد؟ هل تراعوا ربما اللجوء إلى مناطق مجاورة أفضل من الذهاب ربما لمناطق بعيدة؟ كيف هي الخطط المستقبلية؟ ولا ننسى يعني صارت لدينا نوع من الإشكاليات حاليا بالنسبة للحوم الحمراء، حتى عم تتأثر أسعارها خصوصا مع التصريحات فيما يتعلق يعني الإشاعات الأخيرة أو حتى التصريحات الطبية الأخيرة أنه قد تكون مسببات لبعض الأمراض. صحيح. إحنا عندنا استراتيجية ويعني نقاط معينة نتابعها دائما، إذا بنقبل على دولة معينة أو شراء لحوم من جهة معينة أو تاجر معين. أول نقطة يعني نوع الجودة وناحية اللحوم، هل هي فعلا جودتها عالية؟ هل هي يتابعونها؟ طبعا هذا تقرير السوق المحلي، ما الذي يقبله أكثر؟ يعني تقرير بيطري. احنا لازم نكون عندنا فيرايتي الأنواع، ما نقدر أن يعني نعتمد على بلد واحد أو سوق واحد أو لحوم أسترالية. يعني سيارتك وسيارتي غير عن سيارة الأخ. هل تحكمها التكلفة؟ لا ما تحكمها احنا، التكلفة تأتي من أهم المراحل في الدراسة، ولكن بداية نشوف الجودة وأنواع اللحوم وطريق الوصول الترانسبورتيشن وخدمة وصول اللحوم إلى قطر. موضوع مش بسيط اللي نحط على الطاولة، يعني تفكر فيها. يعني أنت تجيب من أستراليا إلى قطر لحوم أو من أمريكا لقطر لحوم، إجراء مش بسيط. فإحنا دائما عندنا بروسس معين، أول حاجة جودة اللحوم وصحتها وطلبها، مدى طلبها في البلد. التكلفة أيضا مهمة، التكلفة تجي في المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة لطريقة الوصول. والحمد لله قدرنا أن نجيب من دول كثيرة غير يعني غير الدول الموجودة، أستراليا، الصومال، السودان، باكستان، أثيوبيا الهند، كما هو أثيوبيا. جاتنا عروض كثيرة هذه الفترة اللي طافت على مدار الأشهر الثلاثة، دول كثيرة أفريقية عرضت علينا لحوم جيدة. فإحنا قاعدين نسوي تست حق الماركت، مجرد ما تجي الريزولتس والنتائج ان شاء الله وي ويل بروسيد ان شاء الله. بس احنا اهم نقطه عندنا الجوده والنوعيه اللحوم. هذه اتوقع سمعت الشركه من نظافه الجوده وافضليه اللحوم للمستهلك. بالفعل استاذ عبد الرحمن، اسمح لنا ان ناخذ فاصل قصير
نعود بعده لأنه بدي أرجع على نقطة التوسع كما ذكرت في مشروع السودان وأيضا الوقوف على الإيرادات والمصاريف التشغيلية للشركة. إذا دقائق ونعود معكم. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. شريط المعلومات برعاية دور الضيافة وأكثر. Brightline, instruments for professionals. شريط المعلومات برعاية شركة الاستثمارات الوطنية. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ونعود إليكم في هذا الحوار الخاص مع الأستاذ عبد الرحمن الخيارين وهو الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية. أستاذ عبد الرحمن، خلال الإجابة في القسم السابق كنت قد ذكرت بأنه المشروع في السودان هناك خطة لتوسعته، ما هذه هي الخطة وشو التوسعة المفروضة؟ وبدي أعرف إذا بتريد قد ايه التكلفة والتمويل. إن شاء الله. فرع السودان من أهم النشاطات اللي موجودة عندنا في الشركة حالياً. إن شاء الله خطتنا سنعلن عنها قريب بشكل مفصل، ولكن حاليا نقدر نوضح لكم المسألة. فرع السودان يعتبر من أهم الفروع اللي يوفر لنا لحوم سودانية وأعلاف سودانية ومشتقاتها لدولة قطر وكذلك لدول مجاورة في المنطقة. والخطة التوسعة إن نشوف إذا في مجال إن نتوسع على ملاحمنا اللي موجودة هناك، على المقصب اللي موجود، نوسع في المشاريع اللي هناك علشان ما في شيء جديد. وأنا متوسعة بما لديكم حاليا، بما لدينا حاليا، ولكن نبي نكون حجم أكبر لعدم طاقة وجود طاقة إنتاجية أكبر، أي لعدم وجود أي مقاصب هناك أو آلية موجودة حاليا. إحنا الوحيدين اللي موجودين حاليا في فرع السودان بهذا المستوى وهذا أدي تكلفة التوسعة. التكلفة اللي الحين والله ما وصلتنا الأرقام، بس إن شاء الله نعلن عنها قريب. متى بدأ فيها؟ جداً. أتوقع يعني إن شاء الله الشهر الجاي بتكون فيها. طيب، أيضا أتحدث أنه يمكن ما في منافس لكم بالسودان، ماذا عن قطر؟ هل هناك منافس لكم أو أنتم تعتبرون الوحيدون في قطر في هذا الإطار؟ إحنا الوحيدين موجودين في قطر حاليا كشركة لحوم توزيع وجلب اللحوم والأعلاف والمواد الغذائية هذه. مثل ما تعرفون تاريخ الشركة من تأسس من بداية 2000، وإحنا نعتبر وحيدين في السوق. يعني أنتم لا منافس لديكم في السوق، بس تروحون في السوق لوحدك. يوجد شركات موجودة في البلد، منها لها حجمها في البلد ولها سوقها مثل أي بلد ثانية. ولكن لا تشكل تأثيرا عليكم. إحنا دائما لا تأثير، الحمد لله لا يوجد تأثير، لأن احنا دائما نهتم بجودة اللحوم رقم واحد. فالسوق مفتوح في قطر او في غير قطر، ولكن احنا عندنا نقاط معينة استراتيجية معينة مثل ما وضحناها، ان تكون جودة اللحوم اول شيء. فانت اذا تهتم في جودة ما راح يكون عندك منافس، ولكن اذا ضغطت على الجودة بيطلعون المنافسين موجودين في الماركت. المنافسين دائما موجودين بطبيعة الحال. لكن خلينا ننتقل شوي لنتائج الأعمال. يعني في خلال 9 أشهر بالنسبة لتطور النتائج كان لديكم أرباح ب 12%، يعني في المقارنة مع 9 أشهر من العام الماضي، وأيضا جزء تحملتها أيضا زيادة التعويضات المقدمة من الحكومة إلى مبلغ من 262 مليون إلى 290 مليون ريال. كم تشكل يعني بنسبة هذه التعويضات من حجم الأرباح التي يعني استثمرتها الشركة أو حتى قال أصدرتها الشركة؟ الحمد لله، الله وفقنا هذه السنة في الأرباح، هذه الزيادة 12% ريتون على
من السنة اللي طافت 2014. هذا بسبب زيادة المبيعات اللي صارت عندنا في الشركة، زيادة عدد السكان. كم حجم المبيعات؟ تقريبا تتراوح سنويا 25 مليون كيلو، اللي هو تقريبا يعتبر مليونين راس سنويا، يشكل من أنواع اللحوم اللي هي تبتدي من الأسترالية وتنتهي بالهندية والباكستانية. يعني 25 مليون، 25 مليون كيلو يعني بالأموال. بالأموال والله هي تنحسب، تضربينها بسيطة في السعر ل 5.5 تقريبا ويطلع الرقم. ولكن احنا عندنا الوزن، الأسعار تتراوح ما بين موسم لموسم في أسعار اللحوم. لكن أنتم ببيان الشركة ذكرتوا أن سبب ارتفاع صافي الأرباح هو ارتفاع قيمة التعويضات المقدمة من الحكومة. لا، هذه لها الأولوية. قيمة التعويضات تجي بسبب ارتفاع كمية المبيعات عندك في الشركة. إذا ارتفعت المبيعات ترتفع فهذا تحصيل حاصل طبعا. يعني وهذه الزيادة في المبيعات يعني برأيكم أنكم ستحافظون عليها، أم ما هو المستهدف، يعني الرقم المستهدف لاحقا بالنسبة لحجم مبيعاتكم؟ أنت مثل ما تعرفين مستوى الزيادة السكانية، مستوى السكان اللي في الدوحة زادت بشكل رهيب وعجيب، فهذا الزيادة في السكان يأثر على مبيعاتك، فيجيك طلب لازم توفي. فالمحافظة على المبيعات هذه مش في يدنا، في يد السوق، في يد عدد السكان والتراوح والطلب، عرض وطلب. وما من المتوقع على حتى نهاية العام؟ يعني إذا وصلنا 12% في 9 أشهر و 5.5% في الربع الثالث، كم متوقع؟ إن شاء الله الله بيوفقنا وبنوصل إن شاء الله أرقام جيدة إذا الله كتب، ولكن لا يوجد أي توقعات واضحة لنا الحين. هل هناك أي استراتيجية واضحة بخصوص التوزيعات؟ الاستراتيجية بخصوص التوزيعات للحين والله ما جلسنا عليها، بس إن شاء الله واضح. قريبا إن شاء الله بيكون موجود، ولكن الاستراتيجية اللي عندنا للافتتاحات إن شاء الله الجاية، استراتيجية التوسع في الملاحم اللي موجودة في قطر لتغطية جميع المناطق موجودة إن شاء الله. قديه بحسب عدد الفروع احنا ممكن قديه نوصل بقطر؟ احنا اليوم عندنا تقريبا وصلنا الى تقريبا 16 فرع شغال، ويوجد تقريبا 7 افرع بتنفتح ان شاء الله في الاشهر القريبة القادمة، ويوجد عندنا عقود قاعدين نوقعها ان شاء الله عشان الافتتاحات بدايه السنه. طب بس برجع كمان على النمو، بس اذا في امكانيه نعرف نمو الايرادات قديش بالتحديد، حجم المصاريف التشغيليه كم كان؟ لا 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 لين الحين والله ما طلعت عندنا الارقام، ولكن سوف توضح مع البيانات الماليه القادمه ان شاء الله. طب انا بدي ارجع للفروع، ذكرت انه في عندنا 16 وفي 7 وبعد في اكثر، من هون حتى نهايه العام كم فرع راح يتم فتحه وشو تكلفته كمان؟ بإذن الله أنه بيكون الأفرع اللي بتنفتح من هنا لنهاية العام تقريبا يمكن 6 إلى 7 أفرع جديدة. التكلفة تتراوح ما بين أحجام المنافذ اللي تكون موجودة، كل حجم له تكلفة معينة في الافتتاح، ولكن هذه الحمد لله يعني بدون أي تمويل ولا حاجة. فإن شاء الله مصادر الذاتية للشركة، مصادر الذاتية للشركة، وإن شاء الله بإذن الله أن الافتتاح هذا المنافذ سيريح الشركة ويكون تواجدها في جميع المناطق في دولة قطر. نعم. طب خلينا نتكلم أيضا عن يعني الأعلاف، يعني فيما يتعلق، يعني تحدثنا كثيرا عن موضوع اللحوم، ماذا عن الأعلاف؟ يعني هل هي نفس المناطق التي يعني تذهبون فيها باستيراد اللحوم أيضا تجوبون منها الأعلاف؟ وفيما يتعلق أيضا بالتحديات التي تواجه هذا النوع من السلع، الأعلاف نجيبها دائما من دول تعرض علينا قبل ويتم فحصها من الفريق الفني، يعطونا عليها إن شاء الله تقرير وبعدها نأخذ. ولكن حاليا نحن نستورد الأعلاف من أستراليا ومن فرع السودان على حسب هذين البلدين. إيه دائما هي ترتبط بالحلال اللي موجود عندك في الشركة، وإيش أنواع الأعلاف اللي تصلح مع هذا الحلال والجودة لهذه الأعلاف. نعم. يعني هل في تغيرات بالأسعار بالنسبة لهذه، يعني باعتبار أنه والله مثل ما أنت شايفة العالم كل أسعاره قاعدة تنزل الفترة اللي طافت، فأشوف أسعار النزول في كل شيء، يعني الأعلاف بيأثر على يرتبط كل شيء يرتبط في بعض. حجم طيب استيراد الأعلاف من الأعلاف والله نستورد والله كميات كبيرة على حسب طلب السوق من اللحوم، فإحنا مجرد ما يرتفع طلب اللحوم يرتفع السكان، يرتفع عندنا طلب اللحوم، ترتفع اللحوم يرتفع الأعلاف. نعم. نفس الحاجة كلها سولو سايكل جوز باك تو ايتش اذر. طيب الان راينا في التسعة اشهر الماضيه ارتفاع ب 12%، ماذا عن توقعات السنه الحاليه 2015 ككل؟ هل سوف نرى المزيد من الارتفاعات؟ ومعلش اعطينا ما تعطينا ارقام تقريبي. شيء تقريبي. وهل سوف كما ذكرت لنا وما جاوبت عليه سوف يؤثر على سياسه التوزيعات؟ كيف سنرى التوزيعات في الفتره المقبله؟ فضل الله سبحانه وتعالى مثل انتم ما شايفين اعلنا الفتره اللي طافت عن الاشهر التسعة الماضيه، والحمد لله سوينا يعني 12% وشيء جيد
بالنسبة للشركة وللسوق، وإن شاء الله أن الله يوفقنا ونستمر على نفس الرتم لين آخر السنة، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. دعونا إن شاء الله الله يوفقنا فيها ونجيب نسبة كويسة، يعني إحنا نتمنى الشيء هذا. الله يوفق الجميع. لكن هناك استراتيجية معينة تمشون عليها حتى تصلون لهذه النسبة بعد التوفيق من الله؟ استراتيجيتنا طبعا واضحة، الافتتاح ملاحم الجديدة، وإن شاء الله أنها بتيسر الأمر وبنزيد فيها. طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكر حضورك معنا اليوم في هذا اللقاء الخاص، وإن شاء الله نتائج السنة تكون على مستوى أمالكم وأمال المتداولين والمستثمرين. الأستاذ عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة يدام الغذائية، كنت ضيفنا هنا في استديوهات سي ام بي سي في دبي، نشكر حضورك معنا. مرحبا مرحبا. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة من كلام مسؤول. أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتنا وتحيات الفريق المعد إلى اللقاء.